اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. كانت على اذا بدي لكم على الارواح، كان كل شاب ممكن يتعرض لاي اصابه. في عنا المرحله الثالثه من شد الحبل مع اتفاق الفريقين الاخويات والشباب اللي كانوا اكثر من اخوه، والابونا تحيه اكبر واجلال للابونا رئيس بلديه جدره وزعفه كثير كبيره، وتحيه اجلال واكبر لرئيس بلديه لعيبه الدكتور وبدي لكم انه بهيدي الحلقه اكتشفنا انه الاخلاق دائما فيها تعلى على المصاعب، الروح الرياضيه فيها تربح دائما دائما دائما. بعد تعادل اشد الحبل وهلا عنا مباراه رح تكون هي الفصل. اللي بيربح هيدي اللعبه بيكون هو ربحان حلقه اليوم المميزه جدا جدا جدا، واللي انا بعتبرها من احلى حلقات برنامجنا، وبلا شك انتم كمان رح توافقوني هيدا الراي. اوكي، نحن هلا كارن بدنا نعد للشباب 3-2-1 ويمشوا، بس نقول لهم هيك النتيجه بتتحدد مع العلم هونيك، بس يوصل حدا على العلم قبل نحن منكون عرفنا مين رابح هيدي الحلقة. فإذا 3-2-1 جو. يلا شباب، يلا 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 يلا. فريق لعيبة ربح، فريق لعيبة قدر يربح آخر لعبة. مبروك لفريق لعيبة، مبروك للمشترك ابن رئيس البلدية اللي توج هيدا النهار بمباراة مصيرية بحلقة مفرغة وصلنا لها ترقت فيها. العبونا نقطة الفصل وعطانا كلمة الفصل، وكانت الايد الممدودة من الدكتور رئيس بلدية لعيبة. مبروك للشباب. أنا مرة تاني بدي جد شكري لرئيس بلدية لعيبة دكتور كمال العلم، ولأعضاء المجلس البلدي والمختار ولكل الشباب والأهالي بضيعة العيبة اللي هي إلى تاريخ بحياتنا على المستوى العائلي بتلأزة. فبوجه تحية إلى كل العائلات بالعيبة وبشكرهم على كل التحضيرات وعلى الاستقبال. ونحن كان همنا المشاركة، هي المشاركة الفعلي لأجل إنجاح برنامج التلاقي من خلال الأو تي في، برنامج الألعاب، برنامج التسي، برنامج الحوار بين كل البلدات والتلاقي مع بعضنا البعض. بشكر فريق الإعداد للبرنامج الأو تي في، البرنامج لقونا على الساحة، للمخرج، لإعداد البرنامج، للمساعدين اللي عم بيصوروا اللي عم بيقدموا، خينا يوسف واختنا كارين وكل الشباب اللي تعبوا خلف الكواليس، بشكرهم وبحييهم باسم جدرة. بشكركم لانكم اتحتوا لنا الفرصه، فرصه التواصل والتلاقي ما بين ابناء بلدتي العايبي وجدرة. مثل ما بتعرفوا هنالك بعد جغرافي بين العايبي وجدرة، ولكن هنالك روابط عائليه بتقصر المسافات بين البلدتين. فبجدرة يوجد عائله ازي الكريمه، كما وانه بالعايبي نحن بنفتخر وبنعتز بوجود عائله بيت الازي. فمن هالمنطلق وبهالنهار الصيفي الجميل 8 اب 2010، اذا لقيت كثير بتحبي تقدمي اللعبه الثانيه ولا خلص اليوم شو اكون؟ لا ليه اليوم جاي انا وفالنتينا جايين نعمل هيك؟ ليكي فريقك، يمكن ناقص انت تروحي تحمسيهم بعد شوي. انا رح فرق رح حمسه بعد شوي، بس هلا خلينا نرتاح شوي من البحر، بس تتلذذ بسمعه شوي ونشوف اطول شعر مره موجود معنا بالفريقين.
اول شيء نرجع نتعرف على اسمك. رنا مسروق. رنا بدي خبرك خبريه انه لازم نبلش شعرات مي اليوم قبل ما نشترك، عندك مانع؟ بيصيروا فريزات. معلش لا بدنا نشدهم على كل الاحوال، يعني بدنا نبللهم شوي مي، يعني مش كلك رح تغتسل المي اوكي، ومنشدهم حتى عن جد ناخذ الطول مزبوط. يوسف نحن حاضرين. انتوا حاضرين كمان، نحن حاضرين. معي هون سيلفستر ستالون البحر. السلام عليكي. بونجور. كيفك؟ منيحة. كيفك انت والريبان؟ منيحة. منيحة. بتزعجك الشمس؟ ايه كثير. فيك تشيلي بس لوانيت لنشوف عيونك؟ ايوه. طلعي بالكاميرا وبوا عاملين لنا تحيه للمشاهدين. بونجور. قد ايه صار مش قاصي شعراتك؟ فرجيني. شي سنة. سنة بس؟ بس ايه مظبوط. انت اطول حدا عنده شعر بالعيبه ولا انت اللي يوكي؟ لا ما حدا لاقيني، انا اطول شعر. انت اطول شعر. طيب تعال نشوف، لانه لازم نربح هون نقاط، لانه بلشت النتيجه 5-3 يعني. كرم بنقرب لعندك ولا بتقرب لعندك؟ يلا ماشي. بدنا نروح لعند يوسف. نعم. بدنا نبلش شعرات مي بالبحر؟ طيب يلا بدنا اياكم تروحوا تبلوا راسكم بالمي وترجعوا. كله؟ ايه كله. ونحن ناطرينكم. يلا. ممنوع الاخذ النفس، بدنا نبل شعرنا ونحن قاطعين نفس. اتفضل حكم، انت عم بتقص لشعراتها. بدي اذكر انه بهيدا الموسم بعد 9 حلقات اليوم ما في غير رقمان ياسيان انكسروا، هن باطول شعر وبطرش الطابه اللي معنا كان لعيب محترف جدا بين سبعيل ب 305 طشات. بنوجه له تحيه ووجه تحيه لكل اهالي سبعيل. بليز بدي نبرم اياك تبرمي ظهرك، اعملي معروف حتى نشوف الكاميرا. 3-4 حكام عم بيقصوا الشعر، 6-7 ناس بعد بروم شوي حكم. بعد شو حكم؟ هيدي الشعره فلتانه ما تقيسها. 99 سنتي يا بيي على الشعره. زعلت مش طولك انت، انت اطول من هيك، هذا شعراتك بس. عم ننضر على الشعره ليك. يلا رنا تفضلي بروم، يعمل لي معروف شوي. دور رنا عارفه حالها. انا اكيد انه اكثر من متر بشوي. لا هي بتقول اقل تنشوف. لا اكيد اطول. شدن حكم، شدن ايه شدن. اكيد متر وش 10 سنتي. متر وش 10 سنتي. برمي هيك ظهري كله. لحظه حكم، طيب برمي ظهرك كله على الكاميرا. برمي لنا على الكاميرا شباب. اوكي شباب. متر ياي و3 سنتي. يا الله يا رنا شو رح تزعل. متر و2 سنتيمتر. متر و2 سنتيمتر. ليا موى ميت لعيبه طول شعراتها بثانيه، على الكرم على المحبه وعلى التفاهه. قلت لك ما تقصي، كسر ايدين الحلاع اللي قصر لك اياهم السنة الماضية. وهلا نحن حلنا نبورد لأنه لاقونا على الساحة رح يتحول على لاقونا على الشط. ايه لأنه بدنا نروح نحن وياكم على بريك. على بريك وبنرجع نحن وياكم على شط الساحة، على لاقونا على الساحة بأحلى شط اليوم بالعيبة. يلا لانه فلحوا بتراب الشاطئ وخلوا الغبره توصل على كل قطارات لبنان. لازم يربحوا 4 نقاط بس احتراما لاولين البرنامج رح نضل على نقطتين. شوفي قديش انا منيح. رايحين سلطه يا مشقدره لهلا. بعد ما في شيء لعب، بعدنا بالفقره الثانيه من برنامجنا. بعده لاقونا على الساحه بالاول. خلينا ننتقل دغري للالعاب هي بالفقره الثانيه تنشوف جدره شو رح يعملوا. يلا ان شاء الله يعملوا فتوش هلا ونروح نحن وياكم صوب البحر. بنروح على صيد السمك. صيد السمك بلش الفرفر هيك الفروخه عم بتفرفر جوا. فاز بهالشو الرائع بهالحلقه الجديده علينا وعليكم. رح نروح نحن وياكم على فقرة صيد السمك بقلب البحر هونيك. مثل ما شايفين على الباطون الكبير الشراعية في شباب صاروا جاهزين، رح نعطيهم التوب. 3-2-1 جو. جو هن جو. ايه ونحن هن عم بيجو. بدنا نفسر انه اللعبة انه ولا اسهل من هيك، يلي بيشيل اول سمكة بيربح. برافو كرم. نيحة. برافو. تاني لعبة نحن بهالوقت حتى كان ربح أول سمكة، نشيل أول سمكة وربحت اللعبة، رح نروح نحن وياكم حتى دار في سسبانس دايما وتشويق بحلقاتنا مثل دايما يعني، رح نروح على سبق الحسكة.
بدك تربحي؟ ايه. شو اسمك؟ مارتين. مارتين انا. انت مارتين؟ انا خبرتني الماما سر يا مارتين انه انت عملتي لي كادو كتير حلوة. هيك؟ انت عملك 10 سنين؟ ايه. وراسمي على كبايات شي كتير حلو؟ ايه. بعد ما تخلص هيدي اللعبة بدنا نجيب ونعرض كاسة منهم، اوكي؟ اوكي. اوكي. قبل ما نحكي كتير مع مارتين، الشباب صاروا بالبحر جاهزين. شباب بدنا نروح ونرجع. اوكي؟ رجعوا. رجعوا لورا شوي شباب. عصوى الله يخليكم الله يخليكم. طيب سامعيني؟ يلا ثلاثة قرب قرب لعنده قرب لعنده قرب بعد 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 بس ثلاثة اثنين واحد جو, 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 جو يلا شباب حطوا بعضكم. واو فريق لعيبة يتعدم بخطاسة. شو اسمه اللي عم بيشارك من فريقك؟ بعرف. ايه بس شي كتير قوي يعني. هيدا عارف وين عم يستعمل الجوكر. هاتك مظبوط رح تربحي. بعد لورا 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 عيبي لورا. بدك تقطع الحمراء. برافو جو. يلا جو. يلا يلا ياي شو يا كارن. هيا الجوكر صار معمن. تشيع 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 تشيع. ومثل ما عم بتشوفوا الدفاع المدني البحري دايما مرافع اللاعبين. واو احلى فريق احلى فريق لعيبه. مبروك بين الهيسه للجوكر. ألف عافية. يعطيكم العافية. عرفنا حالك. توني مخلوف. يا توني شو السرعة العظيمة يعني مع التدوير ضيعت لك وقت شي 7-8 ثواني ورجعت ربحت لك شي 15 ثانية. شو بدنا نعمل يلا؟ كنت بتحضر منيح ولا شغلتك البحر؟ لا قلنا الحسكات هون. إلكم يعني هلا بدك تقعد تتحجج انه هو مبرتل الحسكة ولا؟ لا. أكيد لا. بقول له ألف مبروك. برافو. كان جاهز أكثر مني. مبروك للعيبة. لك يا أبونا لك شو هالشباب الطيبة هاي. اللي بيربح ببوس واللي بيخسر ببوس. بعطينا تبويس بجدرة يا خيي. ما استمع للشعر بالدين كمن مقلع شعرنا صامد وغالي الثمن. وتا تحكموا علينا بعدلكم بعد السما اعطونا ولانه دقيقة تاني من الزمن. لك كل الوقت كل الوقت لك. لقونا على الساحة بموجب الموعد التلاقي من تراث جدودنا الأوحد. شبان مفتول السواعد وملتقى أحباب رفع الأعمال منها شعر الراس يجمد مناظر بأم العين سحرة الألباب وزنود أقوى من الحديد المبولد. الله الله. ومحطة الأوتي في نالت الإعجاب صوتها صوت الحق بالأوساط يرعد والأب عزي كشح غيوم الضباب بهيكل الإيمان مثبت الأجيال ومعمد. بلديتي بلديتي العيبة وجدرة ظنهن مخاب ونيران أشواقهن بالحب ما بتخمد. اختين للعمران دولة مصغرة بكتاب كل همها جروح المواطن تضمد. أطفالهن مواج البحر ما بتهاب وشبانهن بيوم الوغى بتصمد وختيارهن لولا كسر الانياب ما بيبقى السيف في بيته مغمد. ومن زهر ليمون ومن زهرة الليمون نسوانهن رشة الاطياب ومن مقاس الدهر اصلحت ما افسد
ولبنان بيت الضيافة مشرع الأبواب، موطن جمال الكون وللكرم عنوان، ومش عاد تبوابه بوجه الضيف يوصل. القوة ملكنا ودرهم عنا ما فضل، وكل بطل في ساحته كد ونضل. شمشون جبار نمرود ما بهمنا، سلاحنا الله وبطولة بوعضل. ومثل ما عم نعرف مشاهدينا بالوقت اللي كان شعرنا عم بيسمعنا هالقصيدة، بدنا نقول انه الفريق الاحمر تصيد اول قرش سمكة. شو بده يتصيد يعني؟ ما طلع له بقرة. مبروك للفريق الاحمر. لو مبروك يا كرم. زعلان كثير. ما انت 13 يا يوسف. يلا ننتقل للقفز الطويل هلا. وهون بدي افسر انا، في حال اجت اجره ورجعت اجت ايده لورا بياخذوا المسافة تبع الايد. أيوة. بكتلي شو اسمك؟ اسمي جوزيف. انت بتلعب رياضة وبتنط ايوة بلبنان يعني مشهور انت شوي؟ شو لا ما كتير. قفز على الرمل. قدي بتعمل اجمالا كم متر؟ خمسة متورة ونص. خمسة متورة ونص؟ يعني لازم تستعمل جوكر كانت. شو يا كارن ليه ما استعملوا شوكر خمسة متورة؟ بعرف شو القصة. لانه بس بدي قلكم شيء، انا اخر مرة في الزيت 12 سنتي ونص، يعني اذا خمسة متار ونص اكيد بيربحني. ومين معنا من اللاعبين؟ جو ماري عالم. شو يا جو ماري؟ بتقرب رئيس البلدية؟ ابنه. ابنه؟ نعم. ابن رئيس البلدية؟ ايوه يا بيي. لايك لايك كيف كل لعيبة عم تحمسك. سمعت الرقم المعقول اللي عملوا هلا خمسة متار ونص؟ شو انت؟ قد ما اكلة. قد ما اكلة؟ عن جد عم تحكي؟ شو اكلة؟ بس هي بتتاكل عادي يعني. على شط البحر رح يكون في حمل جرة ورح يكون في سباق حمل جرة، بس اليوم شوي رح يكون جرة مختلف. حلو. بما انه مياه البحر ما بتخلص، شو رأيكم نروح نحمل الجرة من مية البحر؟ هدول المشتركات اللي مش مصدقة اعرفكم عليهم من الصبح، وصلت انا محسوبتكم على جدرة.